لو انت ليه بتشتريش هدوم جديده؟ هو يا ريت يا ابويا على قلبه فلوس قد كده، بس ما بيجيبليش لا هدوم ولا بيديني فلوس حتى. ايوه قالوا عندك حق، بس ماما ما خدش بيدينا فلوس. انا مش عارف اعمل ايه يا ياسمين، انا زهقت. ازيك يا باشا؟ ازيك يا حبيبي؟ عايز القبض بتاعك. فعلى طول كده مفيش رحمه في قصه القبض ديت. معلش مفيش صبر. معلش امسك يا عم. بس ده ناقص 200 جنيه. ما انت اتاخرت اول امبارح دقيقتين وقبلها دقيقتين خصمت ال 200 جنيه. يعني انت على قلبك قد كده خاصم لي انا الغلبان 200 جنيه؟ يلا نهارك ابيض احمد ربنا. ده ايه البخ ده؟ بقول لك يا بابا. ايه يا حبيبي؟ انا عايز 500 جنيه اجيب لبس انا وياسمين واجيب اكل للكلاب عشان جعانين. انتوا اتجننتوا في عقلكم ولا ايه؟ ايه؟ اكل زفت للكلاب 2 جنيه واكلهم بيه اكل. طب واحنا؟ انتوا في فول وطعميه فوق اطلعوا افطروا. فول وطعميه؟ بقول لك كنتاكي تقول لي فول وطعميه. كنتاكي انتوا اتجننتوا في عقلكم ولا ايه؟ اخركم فول وطعميه معاكم يلا غرب دايق. يلا انت عيل انت انا شفت جوزك؟ بقول له عايز 500 جنيه اجيب لبس ليا ولياسمين واجيب من كنتاكي بقول لي الفول والطعميه جوه. معلش يا قلب، ما انت عارف ابوك. مالك انت كمان يا بابا؟ انا عايز بابا عايز حاجه يعني انا كنت انا معاك حد واخد معاهم ولا لا؟ معلش يا بابا، ما انت عارف بابا. طب بقول لك ايه، ما تحكيلي عليه هو منشفها عليا انا كمان. بقول لك يا بودة انت وياسمين، انا اتخانقت من ابوكوا، ده ما بيدينيش جنيه حتى، زمايلي بتوع الجامعة بيخرجوا ويلبسوا وانا لا. وانا كمان جيت يا عادي. طب ايه رأيك نسرق؟ ايه؟